بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد. حضورنا الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا عبر الأثير، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. انطلق في هذه اللحظات أول الأشواط شوطنا الرئيسي لفئة الحقائق البكار هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية. ومن هذه الشارة، شارة جروب عمالقة الهجن، انطلق مباشرة مع أول العمالقة، مع أول عملاقة في المقدمة هناك، لأرى اللي في الصدارة، أرى اللي في المقدمة. الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان تليها مباشرة على ثاني المراكز هناك، هذه اللي في ثاني المراكز حربة لفهد بن طالب بن عقيل. أما ثالث المراكز هناك من الجانب الأيمن، أعطونا ثالث المراكز، هذه الظبي لمحمد بن سالم بن كحيز، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء هناك في ثالث المراكز، ولكن جاوزت من جانبها الأيسر في هذه اللحظات اللي محجوب رغمها عني، ولكن بدأ بالظهور هذه الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل. ثالث مراكزنا مع حربة لفهد بن طالب بن عقيل. رابع المراكز يبقى هناك مع الظبي لمحمد بن سالم بن كحيز، وأرى القادم أيضا هناك، أرى اللي في خامس المراكز، هذه حاملة رقم سبعة هواجيس لمحمد بن علي بن سلعان تهوجس هناك في خامس المراكز. بها نختتم نداءنا الأول لهذه الانطلاقة، لهذه الانطلاقة، انطلاقة الخير والبركة. إذن أعود والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، أعود مع الصدارة. وكما تعلمون مشاهدين الكرام، حضورنا الأعزاء، بأن مسافة هذا الشوط 3 كيلومترات تجاوزنا في هذه اللحظات لوحة الكيلو والنصف. أعود إذن مع مقدمة هذا الشوط لأرى الشاهينية لفهد بن سلعان، لفهد إذن بن راشد بن سلعان، لا زالت مسيطرة على زمام الأمور، ترقص في مقدمة هذا الشوط حبا وطربا للفوز، حبا للناموس. أما اللي في ثاني المراكز، هذه الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل مع الشاهينية في ثاني المراكز، وعلى ثالث المراكز هناك أرى الوصول والقدوم من جانب هواجيس لمحمد بن علي بن سلعان. وصلتكم هواجيس في ثالث المراكز، بدأت ترسل الإنذارات بأنها في ثالث المراكز متواجدة وبقوة. واللي إذن خلونا مع هذه الثلاثية بعدما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، كيلو المضمرين، كيلو ما بعده كيلو، إذن كيلو المنافسات. الله 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 الله، الله. إذن انطلقت في هذه اللحظات راحت الشاهينية، إذن أطلق لها العنان على أرضية هذا الميدان وسط هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الصباح الرياضي الجميل. ثاني المراكز هناك يبقى مع الشاهينية لسالم بن حمد بن جهويل، وفي ثالث المراكز واصل هواجيس لمحمد بن علي بن سلعان. هذه إذن ثلاثيتنا التي تشكل مثلث برمودا هنا في هذا الشوط. أعود مع الصدارة، أعود مع الريادة، أعود مع القيادة هناك، وهل الطلايب واصلين؟ الله 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 الله، يا سلام، انطلقت الشاهينية في هذه اللحظات لسالم بن حمد بن جهويل. الله 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 الله، سلام الشاهينية، سلام الله على هذا الأداء اللي تقدمه الشاهينية. الله، إذن ومثل ما قال الشاعر، السبوق تريح أعصابك، تشتهر ويذيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك وما تضيع مروتك فيها. وهذه الشاهينية وما تضيع فيها المروة، تشتهر ويذيع طاريها في هذا الشوط أول أشواطنا الصباحية. تهانينا إذن والناموس لمالك الشاهينية سالم بن حمد بن جهويل، واللي في ثاني المراكز هناك الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان، وفي ثالث المراكز هذه اللي ما قصرت الشاهينية أيضا لفهد بن راشد
بن سلعان. التوقيت الزمني لهذا الشوط، شوطنا الرئيسي 4 دقائق 43 ثانية 98 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.